عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد غزال، طبيب مقيم في الأمراض الباطنية. اليوم حنتحدث عن محاضرة تقييم الغشي في قسم الإسعاف، مريض الإغماء أو مريض الغشي في قسم الإسعاف. أول شيء راح نحكي مقدمة عن الغشي. الغشي أو الإغماء هو فقد عابر للوعي يتبع مباشرة بعودة عفوية للوظائف العصبية الطبيعية دون الحاجة للإنعاش. يمكن أن يجمع أسباب سليمة أو أسباب مهددة للحياة، ويعتبر شكاية شائعة في مرضى قسم الإسعاف. مو من السهل دائما تحديد السبب الكامن وراء حدوث الغشي، ومسؤولية الطبيب في قسم الطوارئ بتكون فرز المرضى الحرجين الذين قد يطورون عقابيل وخيمة. في هذه الجلسة سوف نتناول كيفية التعامل مع المريض المصاب بالإغماء من حيث التقييم والتشخيص والتدبير. أولا، اصطلاحات ووبائيات. ينجم الغشي عن نقص شامل في التروية الدموية لقشر المخ، أو نقص تروية موضع للجهاز الشبكي المنشط. ينبغي عدم الخلط بين الغشي وبين السكتة الدماغية، فقدان الوعي مع حدوث تبدلات في الحالة العقلية، الدوار المبهم المزمن، وخفة الرأس المزمنة. يعتبر الغشي شكاية شائعة لمراجعي قسم الإسعاف، حيث يشكل 1 إلى 2% من المرضى الذين يرجعون المشافي، ومن المرضى المقبولين في المشافي في الولايات المتحدة الأمريكية. معدل انتشاره يبلغ من 10.5 حتى 19%. وعلى الرغم من أن أغلب أسبابه سليمة، إلا أنه قد يكون ناجم عن أسباب تترافق مع نسبة وفاة وإمراضية عالية، وخاصة عند المسنين. تشخيص تفريقي للغشي. بعد استعراض القصة المرضية وإجراء الفحص السريري الدقيق والاستقصاءات الإسعافية مثل تخطيط القلب، يبقى الغشي عند أكثر من 50% من المرضى غير معروف السبب، حيث يمكن أن يخرج نسبة كبيرة من المرضى من الإسعاف دون أن يشخص لديهم سبب الغشي. الجدول 1 راح يتضمن الأسباب الأكثر شيوعا للغشي، بينما الجدول 2 راح يحكي عن أسباب الغشي الخطيرة والمهددة للحياة. أشهر أسباب الغشي عندنا هو الغشي العصبي المنشأ، الذي يحرض بالتبول، تغوط، السعال أو البلع، الوضعة، والغشي اللي يمكن أن يتحرض بالعصب البلعومي اللسان. بيجي بعدين الغشي الانتصابي، هو ينجم عن سوء في وظيفة الجهاز العصبي الذاتي، اضطراب في التكيف أثناء استلقاء لفترة مديدة السرير، وينجم عن نقص في الحجم أيضا. فرط استثارة الجيب السباتي، والذي يمكن أن يثار أثناء الحلاقة أو حركة ودوران الرأس، الضغط الخارجي على العنق مثل ربطة العنق الضيقة. الغشي الناجم عن الأدوية، في عندنا الأدوية المؤثرة وعائيا، وأدوية مؤثرة على النقل، الأدوية المؤثرة على مسافة QT، والمدرات. من الأدوية المؤثرة وعائيا حاصلات ألفا وبيتا، حاصلات الكالسيوم، الأدوية الخافضة للضغط، النترات، المدرات، أدوية اضطراب الوظيفة الجنسية. الأدوية المؤثرة على النقل، مضادات اللانظميات، حاصلات بيتا وحاصلات الكالسيوم ديجوكسين. الأدوية المؤثرة على مسافة كيوتي، مضادات اللانظميات، مضادات الأقياء والذهان، ومضادات الاكتئاب. هذول كلهم طبعا من أشياء أسباب الغشي السليم. أسباب الغشي المهددة للحياة، وفي مقدمتها الغشي القلبي الوعائي، وقد يكون ناجم عن اللانظميات مثل التسرع البطيني، تطاول الكيوتي، فازنت بروجادا، بطء القلب، حصار قلب درجة ثالثة أو مبتز تايب 2، توقف جيبي أكثر من 3 ثانية، المتلازمة الإكليلية الحادة، اكتشاف العضلة القلبية، والآفات البنيوية مثل تضيق الصمام التاجي، تضيق الأبهري، اعتلال العضلة القلبية بأشكاله الضخامي والتوسعي والحاصر، سطام التاموري، الورم الأذيني المخاطي، تسلخ الأبهر. النزف الكبير كما في الرضوض، والنزف الغزير، النزف الهضمي الكتلي، تمزق الأحشاء كما في أم دم أبهرية، تمزق طحال، كيسة مبيض، حمل الهاجر، الصم الرئوية، والنزف تحت العنكبوت. أول شيء راح نحكي عن الأسباب المهددة للحياة. مثل ما حكينا في مقدمتها الغشي القلبي المنشأ.
الغشي القلبي المنشأ هو أشهر أسباب الغشي المهدد للحياة، حيث يمكن أن يكون ناجم عن الأنظميات أو الداء القلبي الإقطاري، اضطرابات البنيوية والصمامية، سقم التمور، وسوء عمل ناظم الخطأ في حال كان موجود. تشير الدراسات على المدى القريب ولمدة سنة أن مرضى الغشي القلبي المنشأ لديهم خطر أكبر لتطور الموت المفاجئ، وخاصة مرضى قصور القلب. السمات السريرية الموجهة نحو اضطرابات النظم القلبية كسبب لحالة غشي، يعني أنا أيمت بشك إنه هاي الحالة قدامي بتكون ناجمة عن سبب قلبي. المريض عادة بيكون متوسط أو متقدم بالعمر، الهجمة بتكون غير مرتبطة بوضعية المريض، هناك قصة عائلية لمرض قلبي إقطاري عند المريض، وجود قصة عائلية لحالات موت غير مفسرة أو قصة مرضية لاعتلالات القنوات الشريدية سبق للمريض الشعور بخفقان قلبي أو حدوث هجمة حادة من الخفقان متبوعة بالغشي، وجود عوارض من الدوام أو حالات ما قبل الغشي، وحتى حوادث تم فيها فقد الوعي فعلا. لدى المريض نظم غير طبيعي عند إجراء الفحص الطبي له، قدرتنا على تسجيل تغير في لون المريض أو غياب نبضه أثناء إحدى الهجمات، وجود تخطيط قلب كهربائي غير طبيعي يتضمن علامات إقطارية أو اضطرابات في النقل أو النظم. باقي الأسباب المهددة للحياة: النزف، فقد الدم الكتلي وخاصة في النزوف الشديدة والحادة قد يقلد الغشي، ومن أسبابه الرضوض، نصف الهضمي، تمزق دم أبهرية، تمزق حمل هاجر، تمزق الجسم المبيض، وتمزق الطحال. ثم الرئوية بشكل خاص الكتلية التي تؤدي لاضطرابات الهيموديناميكية وهي قليلة الشيوع نسبيا. النزف تحت العنكبوت يجب الشك به عندما يترافق الغشي مع صداع شديد. هلا نحكي عن الأسباب الشائعة للغشي، هو واللي هي بالغالب تكون سليمة، وفي مقدمتها الغشي المبهمي هو السبب الأشيع للغشي على الإطلاق، يشكل 25 حتى 65% من الأسباب، وهو ذو إنذار جيد على المدى البعيد. هنالك ثلاث آليات مسؤولة عن حدوثه: توسع وعائي مهم، تثبيط قلبي، وآلية مشتركة بينهما، حيث يلاحظ وجود بطء قلبي هام مع انخفاض في الضغط الشرياني عند هؤلاء المرضى. معظم المرضى يراجعون بأعراض بادرية كالدوخة، الشحوب، خفة الرأس، غثيان وأقياء، ألم بطني، تشوش في الرؤية، وتعرق غزير. عادة ما يوجد محرض له كالتبول، التغوط، السعال والبلع. غشي الحالة الأسبوعية إنه مثلا مريض أثناء سحب الدم حدث له غشي. السمات السريرية الموجهة نحو الغشي بتواسط عصبي عموما، والغشي الوعائي المبهمي بشكل خاص. المريض عادة في عمر المراهقة أو الشباب، غياب أي قصة للمرض القلبي، وجود قصة طويلة من هجمات الغشي المعاودة، حدوثها بعد أمر غير متوقع سواء مشهد أو صوت أو رائحة أو ألم مفاجئ، الغثيان أو الإقياء المترافق مع الغشي خلال الوجبات أو بعدها، بعد حالات الإجهاد مع حالات دوران الرأس أو الضغط على الجيب السباتي كما في الأورام، أثناء الحلاقة، القبات الضيقة. من ضمن الأسباب الشائعة للغشي أيضا فرط استثارة الجيب السباتي، وينجم عن الضغط على الجيب السباتي، وهو منعكس متداخل مع الغشي المبهمي، حيث يمكن أن يسبب الضغط الخارجي على العنق بطء في القلب مع هبوط في الضغط وإثارة بحركة الرأس أو الحلاقة، ويجب الشك به عند مرضى نوب الغشي المتكررة دون أن يكون لديهم عوامل خطر للغشي القلبي. الغشي الانتصابي ويشكل 5 إلى 24% من أسباب الغشي، ويعرف بأنه الغشي المترافق مع انخفاض الضغط الشرياني الانقباضي بأكثر من 20 ملي متر زئبقي، والذي يحدث نتيجة تغيير الوضع من الاستلقاء إلى الجلوس أو الجلوس إلى الوقوف، وغالبا ما يترافق بتسرع قلب انعكاسي أكثر من 20 ضربة في الدقيقة، وينجم عن نقص الحجم داخل الوعاء نتيجة اضطراب عمل الجهاز العصبي الذاتي. ومع ذلك يجب الحذر من الأسباب الأخرى للغشي المهدد للحياة، والتي قد تتشابه في أعراضها كهبوط الضغط مع الغشي الانتصابي، وخاصة لدى المرضى المسنين. عادة ما يشخص الغشي الانتصابي بالاستبعاد، وذلك عند المرضى منخفضي الخطورة. الغشي الدوائي يشكل 5 إلى 15% من أسباب الغشي. الأدوية المتهمة بذلك: حاصرات ألفا وبيتا، حاصرات الكالسيوم، مركبات النترات، أدوية اللانظميات، المدرات، الأدوية المؤثرة على الفترة QT. الغشي العصبي
بما أن تعريف الغشي هو فقد عابر في الوعي مع عودة عفوية للوعي وللوظائف العصبية أن تكون طبيعية ودون وجود أي اضطرابات عصبية بؤرية، فإنه من النادر أن يكون ناجم عن حادث وعائي عصبي. من الأمثلة على الغشي العصبي النزف تحت العنكبوتي، الحادث الإقطاري العابر TIA، متلازمة السرقة تحت الترقوة، وصداع الشقيقة المعقد. السكتة الدماغية والTIA عادة ما تسبب اضطرابات عصبية بؤرية لا تتراجع عفويا، وعادة ما يراجع المرضى الداء العصبي الوعائي بأعراض لا تتوافق مع الغشي كالدوار والشفع والضعف العضلي والخدر. قد يختلط الغشي مع الاختلاج في التشخيص، حيث أن معظم مرضى فقد الوعي يحدث لديهم بعض التشنجات القصيرة الناجمة عن نقص تروية الدماغ الحاصلة. ويمكن تفريق الغشي عن الاختلاج من خلال غياب النسمة، قصر فترة التشنجات، وغياب انفلات المسارات. الغشي النفسي، حيث يمكن للقلق ونوب الهلع أن تسبب غشي متعلق بالحالة وبمحيط المريض. غالبا ما يكون مرضى الغشي النفسي من الشباب ودون وجود أمراض قلبية مرافقة ولديهم قصة نوب متكررة. من الأسباب النادرة للغشي الورم الأذيني المخاطي، التهاب شرايين تاكاياسو، كارسينوئيد، تآق، وكثرة الخلايا البدينة الجهازي. التاريخ المرضي والقصة المرضية. أولا العمر، الشباب غالبا ما يشيع عندهم الغشي المبهم، ومع ذلك يجب توخي الحذر في تقييمهم، وخاصة في حال وجود قصة عائلية لموت مفاجئ أو اضطرابات نظم خبيثة. أما المسنين فلديهم خطورة أكبر لتطور العقابيل والاختلاطات التالية للغشي بسبب كثرة الأمراض المرافقة لديهم واضطراب عمل الجهاز العصبي الذاتي وكثرة الأدوية عندهم، كما يزداد عندهم خطر السقوط والرضوض والكسور. يجب الانتباه لقضية تضيق الصمام الأبهري لديهم، حيث أنه الآفة القلبية الانسدادية الأكثر شيوعا لديهم والتي تترافق مع غشي هام ومهدد للحياة. كما أن مرضى الداء السكري وباركنسون معرضون بشكل كبير للغشي نتيجة اضطراب عمل الجهاز العصبي الذاتي. بشكل عام تزداد الاختلاطات الغشي مع التقدم بالعمر، ويجب أخذه بعين الاعتبار وخاصة في حال وجود أمراض قلبية مرافقة. إلا أنه على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن التقدم بالعمر يزيد من خطورة الموت وعقابيل الغشي، فإن العمر بحد ذاته ليس مهما، بل إن التاريخ الطبي للمريض أكثر تنبؤا. ففي إحدى الدراسات التي أجريت على 45 مريض وبشكل عشوائي بعمر 50 سنة ممن راجعوا بقصة غشي، لم يتطور لديهم أي أمر طارئ أو عقابيل مهمة خلال شهر من المتابعة. الأعراض والمحرضات، للأعراض المرافقة قيمة تشخيصية كبيرة، حيث أنه في حال كان ألم صدري ممكن يكون متلازمة إكليلية حادة أو صمة رئوية، الخفقان يشير للنظميات، الزلة التنفسية تشير لقصور القلب أو الصمة الرئوية، ألم الظهري أو الألم البطني الحاد قد يكون ناجم عن تمزق أم دم أبهرية، الصداع نزف تحت عنكبوتي، صداع، خدر، نمل، غشي عصبي، غثيان، إقياء، تعرق شحوب، تشوش في الرؤية، غشي مبهمي. اسأل عن محرضات الغشي المبهمي، التبول، التغوط، الوقوف، المديد. الوضع والبدء، غشي مع توقف مديد أكثر من 20 دقيقة قد يكون ناجم عن غشي مبهم، غشي أثناء القيام من الاستلقاء للوقوف، غشي انتصابي، غشي أثناء الجلوس أو أثناء الاستلقاء، غشي اللانظميات، مفاجئ دون أعراض بادرية قد يكون ناجم عن اللانظميات، والأعراض البادرية يشير لوجود غشي مبهم. مدة الأعراض، إن مدة الغشي صعبة التحديد لأن المرضى عادة لا يكونون مدركين للحادث، وغالبا ما يكون المريض بمفرده أثناء الحادث. بشكل عام فإن الحادث الذي يستمر أكثر من 4 إلى 5 دقيقة يجب أن يدفع الطبيب للتفكير بشيء آخر غير الغشي كنوبة الاختلاج أو الأسباب الأخرى لتبدل الحالة العقلية. الغشي المحرض بالجهد، يزداد الشك باللانظميات الخبيثة أو انسداد مخرج القلب في الغشي المحرض بالجهد، خاصة اعتلال العضلة القلبية الضخامة وكم تضيق الأبهري. يجب أن يقضى هؤلاء المرضى لمزيد من الاستقصاءات والمراقبة، توصيل بسيطة، تخطيط قلب كهربائي، وتخطيط صدى القلب. النوب السابقة، نوبة واحدة أو عدة نوب خلال سنوات تقترح الأسباب السليمة،
بينما نوب متعددة خلال وقت قصير ودون وجود نوب سابقة تقترح الأنظميات كسبب مهم للغشي. اختلاج عم غشي. حوالي 5 إلى 15% من المرضى الذين يشك بأن لديهم غشي يكون فعلا لديهم نوبة اختلاجية. عادة من الصعب التمييز بين الغشي والاختلاج، وخاصة عندما لا يتظاهر الاختلاج بشكله المعمم الشائع. ففي الحالتين قد نشاهد نوب قصيرة مقوية رمعية، كما يمكن أن يستغرق مريض الغشي وقتا أطول من المعتاد ليستعيد وعيه. المظاهر التالية قد تشير لكون الحادث اختلاجا عن كونه غشي. الأعراض البادرية النسمة تختلف عن تلك المشاهدة في الغشي المبهم. انحراف العين عادة علوي أو وحشي، انفلات المسرات، نوب من البدء المفاجئ، وحدوث إصابات رضية مرافقة، وجود الطور المقوي قبل الطور الرمعي، وجود فترة مطولة بعد الحادث يكون فيها المريض مشوش الوعي وغير متوجه، عض اللسان وخاصة الجانب الوحشي. كل الأمور توجهنا أن الحالة هي عبارة عن اختلاج وليست غشي. القصة العائلية والإصابات المرافقة. تشير القصة العائلية الإيجابية للموت المفاجئ أو اللانظميات، أداء قلبي وعائي مبكر، تشير لكون سبب الغشي قلبي المنشأ. يمكن أن يسبب غشي إصابات وردود شديدة وخاصة للمسنين في حالة الدراجات النارية، كسور الحوض والورم الدموي تحت الجافية، فيجب الانتباه لها أثناء تغيير مريض الغشي. بالرغم من أن الغشي المبهم ذو إنذار جيد ويترافق مع أعراض بادرية، فإنه لا يوجد دليل على أن مرضى الغشي المبهم لديهم خطر أقل من تطور إصابات رضية من مرضى الغشي الآخرين. الفحص السريري يتضمن العلامات الحيوية، الفحص القلبي الدقيق، الفحص العصبي، وفحوص أخرى حسب التوجه. العلامات الحيوية يحدث عادة هبوط في الضغط عابر مع بطء قلب في معظم حالات الغشي، وعادة ما تعود لقيمها الطبيعية أثناء التقييم في قسم الإسعاف. أما التي تستمر لفترة مطولة فينبغي الانتباه لها، حيث تعتبر علامة حمراء ويجب الوقوف عندها وإجراء المزيد من الاستقصاءات. قد يشير وجود اختلاف في الضغط بين الطرفين العلويين لتسلخ أبهر حاد أو متلازمة السرقة تحت الترقوة، انخفاض الإشباع وتسرع القلب قد يشير لقصور قلب أو صمة رئوية. يجب تحري علامات الغشي الانتصابي، حيث يستلقي المريض لمدة 5 دقائق، ثم يتم قياس العلامات الحيوية بعد الوقوف لمدة 3 دقائق. وجود أحد المعايير التالية كافي كدليل لوجود اضطراب في الجهاز العصبي الذاتي. أولا، انخفاض في الضغط الانقباضي ل 20 مليمتر زئبقي أو أكثر، ازدياد معدل القلب ل 20 ضربة بالدقيقة أو أكثر، هبوط الضغط الانقباضي لأقل من 90 مليمتر زئبقي، والمترافق مع أعراض غشي. وجود أحد هذه المعايير قد يوجه لوجود اضطراب في الجهاز العصبي الذاتي. قد يشير هبوط الضغط الانتصابي لآفة مستبطنة كاحتشاء العضلة القلبية أو فقد دم كتلي حاد. إن تشخيص الغشي الانتصابي يتم بالاستبعاد، وذلك عند المرضى منخفضي عوامل الخطر ولديهم أعراض تتماشى مع التشخيص. الفحص القلبي والتنفسي. الإصغاء القلبي لتحري وجود أصوات إضافية، نفخ التضيق الأظهري، الصوت الثالث أو الرابع في قصور القلب، وتحديد النظم منتظم أم غير منتظم. وجود ناظم خطأ يجب أن يدعو للتفكير بوجود سوء في وظيفته كسبب للغشي. وجود خراخر يشير لقصور قلب أو صمة رئوية. الفحص العصبي. الغشي العائد لسبب عصبي يتطلب فحصا عصبيا شاملا ومفصلا. يمكن لإصغاء السباتيين أن يكشف عن وجود تضيق فيهما، كما أن النفخة المسموعة فيهما قد تكون ناجمة عن تضيق في الصمام الأبهري. انتباج الوريد الوداجي يشير لوجود قصور قلب. استعراض باقي الأجهزة. قد يشير فحص الشرج لدى مريض الغشي لوجود نزف هضمي فعال لديه كسبب لهذا الغشي. وجود تقرحات على الجانب الوحشي للسان يشير لنوبة اختلاجية. يجب على الطبيب إجراء تقييم ثانوي من الرأس إلى القدم بحثا عن ردود ناجمة عن سقوط قصور الحوض قصور الوجه. الاستقصاءات المتممة للفحص السريري. أولا، تخطيط القلب الكهربائي. بالرغم من أن قيمته التشخيصية منخفضة حوالي 2-7%، فإنه يوصى بإجراء تخطيط قلب كهربائي لجميع مرضى الغشي، حيث قد يظهر بعض اضطرابات النظم، كما أنه متوفر بشكل واسع وغير مكلف. خلال قراءة التخطيط يجب التركيز على وجود حصار غصن أيسر أو متلازمة إكليلية حادة. يجب التركيز على طول المسافة QT. وجود بطء قلب شديد.
انخفاض الفولتاج قد يشير لوجود انصباب تاموري، اضطرابات توصيل كلازمنت وايت باركنسون وايت أو بروجادا. الجدول الأربعة يشير للتغيرات المهمة التي تظهر على تخطيط القلب والتي قد تسبب اضطراب هام في النظم مغشي. هذا الجدول الرابع، المظاهر السرية والتخطيطية المشاهدة لدى مرضى الخطر العالي للغشي المحدث باللازمية. آفات القلب البنيوية أو داء قلبي وعائي، قصور قلب، تدني في قلوصية البطين الأيسر، تضيق تاجي أو أبهري شديد، اعتلال عضلة قلبية ضخامي، احتشاء عضلة قلبية، بطء قلب جيبي مستمر أقل من 40 ضربة بالدقيقة، أو توقف جيبي أكثر من 3 ثانية عند مريض واع، حصار أذيني بطيني درجة ثالثة أو درجة ثانية من نمط مبتز 2، مركبات كيو ار اس مع تفعيل استثارية مما يقترح كلازمنت وولف باركنسون واي، حصار غصن أيمن وأيسر متبدل، قصر أو تطاول مسافة كيو تي، تسرع البطيني أو التسرع فوق البطيني مع معدل بطيني سريع جدا، التسرع البطيني متعدد الأشكال الغير مستمر مع قصر أو طول المسافة كيو تي، متلازمة بروجادا نموذج حصار غصن أيمن مع ارتفاع قطعة اس تي في المساري في 1 في 3، وجود موجة تي سلبية أو موجة إبسيلون على المساري اليمنى الصدرية يقترح لانظميات ناجمة عن اعتلال في عضلة البطين الأيمن، سوء عمل ناظم الخطة أو مزيل الرجفان الداخلي يقترح نوبات من توقف القلب. المراقبة القلبية، تشير الدراسات لأهمية المراقبة القلبية بالإضافة لتخطيط القلب الكهربائي في كشف اللانظميات الخطيرة لدى مرضى الغشي في الإسعاف. ففي دراسة عشوائية ل 95 مريض غشي كانت اللانظميات الأشيع عندهم والتي تم تسجيلها بالهولتر بطء قلب أقل من 30 ضربة بالدقيقة، توقف جيبي أكثر من 2 ثانية، حصار أذيني بطيني درجة ثالثة، وحصار أذيني بطيني درجة ثانية مبتز 2. قد تحدث اضطرابات النظم الأذينية التسارعية غشي، قد تحدث اضطرابات النظم الأذينية التسارعية غشي، ولكن عادة لا تشاهد إلا عند مرضى الداء القلبي الوعائي. الفحوص المخبرية، لا يوجد دليل على فائدة التحاليل الروتينية في تقييم مرضى الغشي، نادرا ما يسبب هبوط السكر غشي، ولكن يجب أن يجرى لكل مريض لديه تبدل في الحالة العقلية، يتم إجراء بعض التحاليل وفق التوجه والموجودات السريرية. إذا في نزف فعال أو في شك بالنزف فنطلب هيماتوكريت، اختبارات النزف والتخثر. في حال كان الهيماتوكريت أقل من 30 يطلب نقل الدم بسبب ازدياد خطر حدوث نوب متكررة لاحقا. الشوارد لدى مريض قصور كلوي أو مريض يتناول مدرات. البي إم بي لدى مرضى قصور القلب. تروبونين تي لدى مرضى المتلازمة الإكليلية الحادة. الدراسة العصبية، تشير الدراسات أنه إذا كان لدى المريض تاريخ مرضي أو فحص سريري نوعي وموجه للسكتة أو التي أي إيه فيجب إجراء المزيد من الاستقصاءات. بالرغم من أن القيمة التشخيصية المنخفضة لتصوير الدماغ في تقييم الغشي، فنشوف أن هناك إفراط غير مبرر في إجرائه من قبل الأطباء. ينصح بإجراء تخطيط دماغ كهربائي عند الشك بحدوث اختلال. تصوير صدى القلب إيكوكارديوغرافي، لم يظهر الاستخدام الروتيني له في تقييم مرضى الغشي منخفضي الخطورة أي فائدة تذكر. غير متوفر بشكل واسع في أقسام طوارئ، إلا أن له دور مهم في تقييم الغشي قلبي المنشأ. يستخدم بشكل أساسي لدى المرضى الخطورة العالية، حيث يمكن أن يقيم حالة الصمامات، حركية الجدر، ارتفاع الضغط الرئوي، والانصباب التاموري. هلا هون طريقة التشخيص. الهدف الأول في تقييم مرضى الغشي في قسم الطوارئ هو تحديد المرضى الحرجين الذين يجب قبولهم في المشفى، والمرضى أصحاب الخطورة المنخفضة يعني فرد المرضى الذين يمكن تخريجهم وتابعتهم لاحقا في العيادة. يظهر المخطط في الأسفل طريقة مقاربة مريض الغشي في قسم الإسعاف. عند تقييم مريض الغشي يجب أن نطرح 3 أسئلة. أول شيء، فعلا هل الحادثة هي غشي أم أنه حادث آخر غير الغشي مثل السكتة الدماغية أو النوبة الاختلاجية؟ في حال كان غشي، هل هذا إذا كان غشي فعلا هل هو ناجم عن سبب مهدد للحياة؟ إذا كان غشي ولم يعرف سببه، يعني ما حسنا نصنفه، هل عند المريض عوامل خطورة مرتفعة؟ هذول 3 أسئلة لازم تنطرح أثناء تقييم مريض الغشي. عادة ما يكون الهيماتوكريت منخفضا عند مرضى الغشي النزف الكتلي، وقد يكون طبيعيا في حال كان النزف شديد وحاد. يعتبر النزف الهضمي أشيع أسباب النزف المسبب للغشي، وعادة ما يكون فحص المستقيم والبراز إيجابي. من الأسباب الأخرى تمزق أم دم أبهرية، تمزق حمل هاجر، وتمزق فيس مبيض. يجب إجراء اختبار الحمل لدى كل سيدة بسن الإنجاب.
الصدمة الرئوية سبب خطير ولكن نادر للغشي، وعادة ما يراجع المريض بشكوى زلة تنفسية مع ألم صدري ونقص في الأكسجين. يمكن تأكيد التشخيص بإجراء سي تي للصدر. مرضى الصدمة الرئوية الذين يراجعون بشكوى الغشي ليسوا على خطر أكبر لحدوث الموت المفاجئ مقارنة مع مرضى الغشي الناجم عن الأسباب الأخرى. الغشي المرافق للصداع الشديد يقترح وجود نزف تحت عنكبوتي، وعندها يجب إجراء سي تي دماغ وبزل قطني. إذا كانت القصة المرضية تشير لنوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية، عندها يجب إجراء سي تي ومرنان للدماغ مع استشارة أخصائي عصبي. تكون نسبة الوفاة عند مرضى الغشي القلبي أكثر من 30%، وهي أعلى منها عند مرضى الغشي الغير قلبي، وتغلب أن تحدث لدى مرضى قصور القلب. السبب الأكثر شيوعا للغشي القلبي هو اللانظميات، لذا يجب إجراء تخطيط قلب كهربائي لجميع مرضى الغشي، وقد يكون طبيعي عند إجراءه في قسم الإسعاف. يعد احتشاء العضلة القلبية سبب نادر للغشي 3%، حيث أن معظم المرضى لديهم ألم غير وصفي مع عدم ارتفاع القطعة ST. هل هذا المخطط اللي حكينا عنه؟ مخطط تقييم مريض الغشي في قسم الإسعاف. هلا أول شيء نعرف هل الحادث غشي أم لا. في حال لا، خلاص نتعامل مع الحالة الأخرى المسببة الاختلاج أو السكتة الدماغية. في حال كان الحدث فعلا هو غشي، تقييم إسعافي، إجراء تخطيط قلب، فحص قصة سريرية مفصلة، تحاليل مخبرية حسب التوجه. التشخيص خلاص تأكد أنه هو غشي، ننزل هل هذا الغشي هو مترافق مع سبب خطير. في حال كان غشي يعني بس ما ناجم عن سبب خطير، الأسباب الأخرى هي مثل ما حكينا الغشي الانعكاسي المبهمي، فرط حساسية الجيب السباتي، غشي محرض بأدوية، هبوط ضغط انتصابي. إذا كان الغشي فعلا ناجم عن أسباب مهددة للحياة، فنحن قدام إما لا نظميات، دق قلبي وعائي، أمراض الصمامات، صفام تاموري، صمة رئوية، نزف تحت عنكبوتي، مثل لزمة السرقة تحت الترقوة، نزف هضمي، تمزق حال أم دم، نفس الأسباب اللي حكينا عنه من شوي. هذا كان في حال كان تشخيص مؤكد. تشخيص غير مؤكد، هل الغشي غير مفسر؟ هون نصنف المرضى حسب درجة الخطورة اللي عندهم. في عنا 3 تصنيفات، خطر منخفض، خطر عالي، خطر متوسط. إذا الخطر منخفض، إعادة التقييم تأكد أن المريض غير عرضي، تخريج المريض مع متابعة لاحقة. في حال الخطر متوسط، هون نتعامل مع المريض حسب تجاوب المريض، يعني حسب وعي المريض، وعي الأهل والواقع المحيط. نقصد فيه يعني إنه توافر المراكز الصحية القريبة أو المشافي القريبة من المريض. خطر عالي، المريض بده أكيد بده قبول المراقبة والتقييم. في حال كان مريضنا مشخص إنه هو غشي وفي سبب خطير، هذا أكيد قبول في المشفى مع تدبير مناسب واستشارة أخصائي. في حال كان مريضنا الغشي عنده ما هو ناجم عن سبب خطير من الأسباب الشائعة، فهون المراقبة، وغالبا يتخرج المريض مع متابعة الحالة لاحقا. معايير الخطورة العالية، ايمت بقول ان المريض عنده خطورة عالية للغشي؟ تاريخ مرضي لدق قلبي، قصة عائلية لموت مفاجئ، المسنين والأمراض المرهقة لهم، وجود ضيق في التنفس، انخفاض ثابت في الضغط الانقباضي أقل من 90 مليمتر زئبقي، تغيرات تخطيطية غير طبيعية، الهيماتوكريت أقل من 30، ارتفاع في قيم التروبونين تي والبي ام بي. في حال وجود اي معيار من هالمعايير، فهذا المريض خلص عنده خطوره عاليه، ويفضل قبوله بالمشفى ومتابعه اجراء والتقييم. فرز المرضى، يجب قبول مرضى الغشي القلبي المنشا والعصبي المنشا في المشفى، واجراء المزيد من الاستقصاءات واتخاذ التدابير المناسبه. من العلامات الخطيره التي تجعل الطبيب يقف عندها عند مريض الغشي، علامات حيويه غير طبيعيه، الغشي المترافق مع ألم صدري أو زلة تنفسية، الغشي المترافق مع الجهد، أي علامات مرضية مشاهدة بالفحص القلبي أو الفحص الرئوي أو العصب. بالنسبة للمرضى الغير عرضيين والذين لم يتبين سبب الغشي لديهم، يجب تحديد عوامل الخطر لديهم لتكرر نوبات جديدة أو حدوث موت مفاجئ. وجود عامل واحد من العوامل التالية يجعل المريض عالي الخطورة، نفس اللي عديناه من شوي، تخطيط قلب كهربائي غير طبيعي، تاريخ مرضي داء قلبي وعائي او اضطراب بنيوي، ضغط شرياني منخفض اقل من 90، ضيق في التنفس مع الغشي او اثناء التقييم في قسم الاسعاف، ارتفاع قيم تروبونين تي والبي ام بي، الهيماتوكريت اقل من 30، المسنين واصحاب الامراض المزمنه، والقصه العائليه لموت قلبي مفاجئ. يجب قبول مرضى الخطوره المرتفعه في المشفى واجراء المزيد من الاستقصاءات والمراقبه القلبيه المطوله، وخاصه في حال عدم اكتشاف اضطراب في النظم عند القبول. قسم مهم من هؤلاء المرضى
سيحدث لديهم لا نظميات خلال 6 ساعات من الوصول للمشفى. يجب إحالة مرضى لا نظميات لأخصائي الأمراض القلبية من أجل زرع نظم خطأ أو مزيل رجفان داخلي حسب الاستطباب. يمكن تخريج مرضى الخطورة المنخفضة ومتابعتهم كمرضى خارجيين. مرضى الغشي المبهم الصريح الذين عادوا للسواء وأصبحوا غير عرضيين وليس لديهم أي إصابات يمكن تخريجهم أيضا. المرضى الذين لا يبدو عليهم علامات الخطورة ولكن لديهم بعض الاضطرابات الهامة يمكن تصنيفهم كمرضى خطورة متوسطة، حيث أن اتخاذ القرار في تخريجهم أو قبولهم يعتمد على الواقع المتاح من حيث عدد الأسرة في المشفى، إمكانية متابعتهم من قبل مقدم الرعاية الصحية، وإمكانية مراجعة المشفى في حال حدوث أي أمر طارئ. حال حدوث أي طارئ وطلب الاستشارة الضرورية. كما يجب على الطبيب تنبيه المرضى لبعض الأعراض والعلامات المهمة والتي تستدعي مراجعة قسم الطوارئ. من الملاحظ أن معظم اللانظميات تكتشف خلال 15 يوم من المراقبة المطولة مع ذروة حدوثها خلال 24-48 ساعة من الحادثة. الوقاية. خلصت إحدى الدراسات العشوائية في مراكز متعددة إلى أن توجيه مرضى الغشي المبهم لاستخدام مناورات الضغط المضاد قد خفض معدل حدوث نوب متكررة من 51% إلى 32% مقارنة مع العلاج التقليدي. طبعا العلاج التقليدي إنك تشرح آلية الإغماء والتزويد بالنصائح حول تعديل نمط الحياة، إنه مثلا يتجنب العوامل المحرضة وزيادة تناول السوائل والملح بالطعام. أما هي فهل المناورات الضغط المضاد تتضمن توتير عضلات الرجلين والبطن والأرداف مع لف الساقين حول بعضهما، الضغط على قطعة في اليد المسيطرة، توتير الذراعين بجعلهما تتشابك وتبعيدها عن بعضها بقوة. الخلاصة والتوصيات. عند تقييم مريض مصاب بالإغماء، فالمسؤولية الأساسية للطبيب هو تقييم إذا كان هناك سبب يهدد الحياة والتصرف الجيد معه. أهم الأسباب التي يجب مراعاتها هي الإغماء القلبي وفقدان الدم، الانسداد الرئوي والنزيف تحت العنكبوتية. حالات أخرى مثل النوبات الاختلاجية والسكتة الدماغية وردود الرأس لا تتوافق مع تعريف للإغماء، ولكن يجب أخذها في الاعتبار أثناء التقييم الأولي. الأعراض التي تعكس زيادة خطر حدوث سبب خطير للإغماء: ضيق التنفس والصداع وألم في الصدر وفقدان مفاجئ للوعي بدون أعراض بادرية والإغماء المحرض بالجهد وعند كبار السن ووجود تاريخ عائلي للموت المفاجئ. يجب على الطبيب أن يراجع بعناية أدوية المريض. تداخلات الدواء تمثل نسبة كبيرة من نوب الإغماء. إجراء فحص جسدي دقيق يركز على العلامات الحيوية والعصبية والقلبية. غالبا ما يسقط مرضى الإغماء ويتعرضون لإصابات ثانوية والتي قد تشمل الرأس على سبيل المثال نزيف تحت الجافية أو الرسغ أو الورك. إجراء تخطيط قلب كهربائي لجميع مرضى الإغماء تشمل الموجودات المهمة، تطاول الكيو ار اس، كيو تي، بطء القلب الشديد، الإثارة المسبقة ودليل على احتشاء العضلة القلبية. تشمل النتائج البارزة الأخرى انخفاض الفولتاج في المسارات الطرفية مما يشير إلى وجود انصباب في التامور، متلازمات التوصيل الغير طبيعية، غرف باركنسون وايت، بروجادا، قصر كيو تي. يعتمد أطباء الطوارئ على المعلومات التي تم الحصول عليها من التاريخ المرضي والفحص السريري وتخطيط القلب لتقييم مريض الإغماء. أثناء التقييم يجب أن يضعوا في اعتبارهم 3 أسئلة: هل هذا إغماء حقيقي أم أن هناك حالة خطيرة أخرى مسؤولة عن فقدان المريض الوعي، على سبيل المثال سكتة دماغية، النوبة الاختلاجية، إصابة في الرأس؟ إذا كان هذا هو الإغماء الحقيقي، فهل هناك سبب واضح يهدد الحياة؟ إذا كان هذا هو الإغماء الحقيقي والسبب غير واضح، فهل المريض في خطر كبير؟ المرضى الذين يعانون من أسباب قلبية أو عصبية واضحة للإغماء وكذلك الذين يعانون من الأعراض أو العلامات الشديدة يجب أن تجرى لهم استقصاءات، حيث أنه من المحتمل إدخالهم للمشفى وقبولهم في وحدات المراقبة. المرضى الذين يعانون من إغماء وعائي مبهم واضح وعادوا إلى طبيعتهم وأصبحوا غير عرضيين يمكن تخريجهم. بالنسبة للمرضى الذين يبدون جيدين وبدون أعراض مع سبب غير واضح للإغماء يجب على الأطباء تحديد خطر النتائج السلبية. يحدد الأطباء المخاطر على أساس تاريخ المريض والفحص السريري ونتائج تخطيط القلب والدراسات المختبرية إذا لزم الأمر. يجب فحص المرضى المعرضين لمخاطر عالية وإجراء الاستقصاءات المتممة لهم من أجل قبولهم في المشفى. يمكن تخريج مرضى الخطورة المنخفضة والذين لا يعانون من أعراض مع المتابعة المناسبة كمرضى خارجيين. يختلف التصرف في المرضى المعرضين لمخاطر متوسطة اعتمادا على ممارسة الرعاية الصحية المحلية والموارد بما في ذلك توافر الاستشاريين والمتابعة في العيادات الخارجية. الله يعطيكم العافية، خلصت المحاضرة.